بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي شيخنا الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فحياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. كنا قد توقفنا عند باب الأذان، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا الحديث فيه فضيلة متابعة المؤذن بأن يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا فرغ المؤذن فإنه يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وبين صلى الله عليه وسلم أن الوسيلة هي قصر في الجنة لا ينبغي أن يكون إلا لعبد من عباد الله. فأمس فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي، يعني وجبت له شفاعتي يوم القيامة، يعني يشفع له عند الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة وأن يرفع منزلته فيها، فإن الله يستجيب له عند ذلك. في الحديث أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، يعني مرة واحدة، صلى الله عليه بها عشرة، فهذا فيه فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله يضاعف الأجر لمن صلى وسلم عليه بعشر مرات، لأن الحسنة بعشر أمثالها. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص مرفوعا: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر له ذنبه. في هذا الدليل على فضل فضيلة من قال هذا الدعاء بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة، وهي الأذان، الصلاة القائمة القام، آتي محمدا الوسيلة، وهي قصر في الجنة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا، ابعثه الله يوم القيامة مقاما محمودا الذي وعدته، وذلك في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يحمده عليه الأولون والآخرون، وهو الشفاعة، الشفاعة للناس في المحشر، في أن يريحهم الله من القيام في المحشر، وأن يصرفهم إلى الحساب، لأن المحشر طويل وشاق، وفيه طول مدة 50,000 سنة،
وهم واقفون على أقدامهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتقدمون إلى الأنبياء آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم ينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء يعتذرون إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول أنا لها، فيخر ساجدا بين يدي الله يستأذن الله في الشفاعة، لأن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فهو يخر ساجدا بين يدي ربه يدعوه حتى يقال له يا محمد ارفع راسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيأتيه الإذن من الله سبحانه فيشفع في أهل الموقف، فيصرفهم الله من الموقف إلى الحساب ويريحهم من الموقف بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك يحمده الأولون والآخرون على هذه الشفاعة، وهذه أول الشفاعات. نعم. وعن أم سلمة قالت علمني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. نعم، وهذا الدعاء الماثور بعد أذان المغرب، اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك، إقبال ليلك عند غروب الشمس وإدبار نهارك، فإن الشمس إذا غربت أدبر النهار وأقبل الليل، وإدبار نهارك هذا فيه توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهاتين الآيتين العظيمتين، إقبال الليل وإدبار النهار بأمر الله سبحانه وتعالى، اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك أسألك، وأصوات دعاتك، دعاة المؤذنين يعني صلاة المغرب، فيه التوسل بهذه الأمور إلى الله سبحانه، والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة أمر جائز. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فالتوسل بالأعمال الصالحة، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، هذا توسل إلى الله بالأعمال الصالحة. وكذلك في آخر سورة آل عمران فيها التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي ذكرها الله في آخر سورة آل عمران، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنوا، إلى آخر الآيات، هي التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، وهذا أمر جائز. فمن توسل إلى الله في هذه الآيات وهذه الأعمال الجليلة فإن الله يتقبل ذلك منه. أما التوسل إلى الله بالأشخاص فهذا أمر مبتدع ومحرم، وهو وسيلة إلى الشرك، فلا تقل اللهم توسل إليك برسولك وبنبيك، وهذا لا يجوز التوسل إلى الله بالأشخاص. أما التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة ومنها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أمر مشروع. نعم. وعن أنس مرفوعا الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وفي رواية الترمذي قالوا فماذا نقول يا رسول الله؟ قال سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، بل يستجاب من الله سبحانه، لأن هذا الوقت وقت فاضل بين الأذان والإقامة، فإذا دعا الله جل وعلا في هذه الفترة فإنه حري أن يستجاب له. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، هذا فيه فضيلة الدعاء بين الأذان والإقامة، وأن الإنسان ينتهز هذه الفرصة فيشتغل بالدعاء بعد الأذان وقبل الإقامة، وهذا أفضل من تلاوة القرآن في هذه الفترة، لأن تلاوة القرآن موسعة في أي وقت، وأما هذه الفترة فإنها تفوت، فإذا تزاحم عملان أحدهما مؤقت
وآخر غير مؤقت فإنه يقدم المؤقت. نعم. ولأبي داود مرفوعا قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. قل كما يقولون أي المؤذنون، تابع المؤذن، فإذا انتهى المؤذن فسل، سل الله عز وجل ما تشاء من الخير ومن 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 النعيم ومن ما تريد، فإن الله قريب مجيب ولا يعجزه شيء سبحانه، وهو جواد كريم لا يبخل على عباده، فسأل الله من فضله وأكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. نعم. وروى ابن المنذر بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس قال كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحترم، وأنس شاهد ذلك ولم ينكر. نعم، هذا فيه دليل على جواز أذان الصغير إذا كان مميزا، أذان المميز، لأن عمومة أنس كانوا يأمرونه أن يؤذن وكان لم يحتلم، ففيه دليل على جواز أذان أو مشروعية أذان الصغير إذا كان مميزا بلغ سن التمييز، كما أنه يؤمر بالصلاة ويؤمر بالوضوء ويؤمر بالطاعات يتدرب عليها وتكون له نافلة. نعم. وعن أبي هريرة قال عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، قال ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون بالليل، فلما قرب الصباح عرسوا، يعني نزلوا وكانوا قد سهروا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يرصد لهم الصبح، فناموا ونام بلال، أدركه النوم فلم يرصد الصبح لأنه أصابه ما أصابهم من السهر وأصابه ما أصابه من غلبة النوم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يرصد لهم الصبح، ولكن هذا ليس بمقدوره رضي الله عنه، ولهذا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أين أنت يا بلال؟ قال أخذ بي ما أخذ بك يا رسول الله أو نحو من هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل من هذا المكان إلى مكان آخر، فأمر بالمؤذن فأذن ثم صلى ركعتين ثم أمر المؤذن فأقام فصلى بهم صلاة الفجر. نعم. أمر بلالا بالأذان بعدما طلعت الشمس. نعم، هذا في دليل على أن صلاة الليل إذا قضيت في النهار فإنها يفعل فيها ما يفعل بها في الليل من الجهر بالقراءة ولو كانوا في النهار، إذا كانوا يقضون صلاة من صلاة الليل فإنهم يجهرون بها في القراءة، لأن القضاء يحكي الأداء كما يقولون. نعم. وعن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم قام فصلى العشاء. نعم، الأحزاب تجمعوا على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة وحاطوا بالمدينة، وخانت اليهود معهم الذين كانوا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدافعوا عن المدينة من أرادها، خانوا وانضموا إلى المشركين، وأيضا المنافقون تكلموا في هذا، ف
فحصل من الابتلاء والامتحان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه ما حصل من الشدة. ثم إن الله جل وعلا أرسل عليهم ريحا وجنودا من الملائكة لم تروها، فقلعت خيامهم وحصبتهم بالحجارة فرحلوا منهزمين. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر تظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فالله جل وعلا أرسل عليهم جنودا من جنوده من الملائكة، وأرسل عليهم ريحا شديدة قلعت خيامهم وحصبتهم وأوقعت في قلوبهم الرعب فرحلوا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. نعم، هذا الواقع يعني وقصة الأحزاب. وأما ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم شغلوه في محاصرة المدينة وهمهم بدخولها، ولكن الله منعهم عن ذلك. فالنبي انشغل عن الصلوات، انشغل عن الصلوات ثلاث صلوات لم يؤديها في وقتها، أربع صلوات لم يؤديها في مواقيتها لانشغاله بمدافعة المشركين. ثم فلما إن الله يسر وفرج عن المسلمين فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها بهم قضاء ومرتبة، وصلاها قضاء مرتبة على صفتها في الأداء. نعم، أحسن الله إليكم على الشيخ وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا المجلس وهذا الدرس من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله.